السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابع قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير. ورحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أقدم لك من خلاله واحد من أفضل التطبيقات لمشاهدة الباقات العالمية على هاتفك الذكي وبجودة عالية. لكن قبل أن أقوم بشرح هذا التطبيق، أود في البداية وكما جرت العادة أن أشكر كافة المتابعين الأوفياء للقناة. شكرا لكل من يتابعنا وكل من يضغط على لايك للفيديوهات، وأيضا شكرا لك أنت إن كنت تشاهدنا لأول مرة، وأدعوك للضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس كي تتوصل بجديد القناة الدائم بإذن الله. إذن على بركة الله أبدأ بشرح هذا التطبيق والذي تشاهد أيقونته الآن أمامك، بحيث أنه بإمكانك أن تقوم بتحميله من متجر التطبيقات جوجل بلاي. لكن هذا التطبيق قد لا يطول كثيرا في المتجر بحكم أن متجر التطبيقات جوجل بلاي لا يسمح بنشر هذه التطبيقات التي تتوفر على القنوات المشفرة. بالتالي أدعوك لتحميله بسرعة كي تستفيد منه، لأنه تطبيق رائع كما ستلاحظ. فلما تقوم بالدخول إلى متجر التطبيقات ستلاحظ على أن هناك تقييمات إيجابية بشكل كبير لهذا التطبيق، مما يدل على أنه تطبيق مميز. بعد أن تقوم بالدخول لهذا التطبيق بطبيعة الحال سوف تجد قائمة كبيرة من القنوات والباقات العالمية، من بينها قنوات البين سبور، قنوات أبوظبي الرياضية، من بينها كذلك قنوات الفرنسية وغير ذلك. وهذا كله بجودة يعني بجودة عالية، وبالتالي يعني ستتمكن من مشاهدة كل هذه القنوات من خلال هذا التطبيق. ما يعاب عن هذا التطبيق أنه يعني به بعض الإعلانات ربما تصل إلى الإزعاج في بعض الأحيان، لكن بإمكانك أن تشغل بعض التطبيقات التي تمنع ظهور الإعلانات في التطبيقات، وبهذا تكون قد يعني استمتعت أو تستمتع بمشاهدة هذه القنوات. كما ستلاحظ هنا يعني جودة عالية، يمكنك المتابعة يعني بجودة مميزة جدا. هناك باقات كثيرة، يمكنك اختيار باقات مثلا بين موفيز كما ستلاحظ هنا جودة عالية. هناك كذلك كما قلت قنوات الأبوظبي، القنوات التابعة لكل الدول العربية، وأيضا الباقات الفرنسية. يعني يمكنك أن تتابع بجودة عالية كما تلاحظ، يعني جودة رائعة جدا. أعتقد أن هذا واحد من أفضل التطبيقات التي جربتها شخصيا ووجدت على أنه مميز، لذلك لم أتردد في تقديمه على القناة لكي يستفيد منه أكبر عدد من الإخوة والأخوات. كذلك كما تلاحظ قنوات البين سبور كذلك تعمل بجودة عالية، وطبعا هناك مشكلة الحقوق، وبالتالي لا يمكنني أن أترك القناة تشتغل لمدة طويلة، لكن على كل حال أضمن لك المشاهدة وبجودة عالية. أنا أؤكد لك هذا الأمر. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون هذا التطبيق قد نال إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على اللايك لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بجديد القناة. شكرا لك على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله.